كان وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش قد صادق على مصادرة أكثر من 8000 دنم من قرية تري فصائل في محافظة أريحة لتوسعة مستوطنة يافيت بهدف إقامة مئات الوحدات الاستيطانية إلى جانب إقامة منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف. المصادرة الكبرى منذ توقيع أوسلو عام 94 أتت هذه المرة بذريعة أن الأراضي هي أراضي دولة، وتحت التصنيف نفسه سجل العام الحالي 2024 أكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية، وصلت إلى 10640 دنما من الأراضي. فقبل شهر استولى الاحتلال على 2640 دنم من أراضي العزرية وأبو ديس في القدس المحتلة وحدها. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن مجمل عمليات إعلانات أراضي الدولة الأخيرة تهدف إلى إحداث ربط بين مستوطنات قائمة، مثل ما حدث في حال مستوطنتي معالي أدوميم وكيدار ومستوطنتي جيفع بنيامين وآدم، ما يؤدي إلى عزل القرى الفلسطينية وخنقها تماما. التوسع الاستيطاني في الأغوار يتخذ أشكالا كثيرة أخرى، فمنذ طوفان الأقصى هجر الاحتلال 22 تجمعا بدويا يضم أكثر من 1560 مواطنا فلسطينيا. كما يمنع الاحتلال المواطنين من الوصول إلى 350 ألف دنم من أراضيهم، ويتخذ الاستيطان بشكل أساسي سمة الاستيطان الرعوي، أي القائم على البؤر الزراعية والرعوية التي تنفذ معها اعتداءات إرهابية على الفلسطينيين بشكل مستمر. يعمل الاحتلال بكل الأحوال لعزل كل الأغوار الفلسطينية التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، وهي بالتالي تخضع لسيطرته العسكرية، وجزء كبير من أراضيها تابع لمجلس المستوطنات.